طالبنا عدة مرات بالقائمين على المخيم وبإخراج هذه العوائل عوائل التنظيم ودمجهم بالمجتمع. أخرجناها المجتمع بكفالة الشيوخ وجهاء العشائر المنطقة. صارت عندنا فكرة تأسيس لجنة أو تشكيل لجنة لدمج العوائل بالعوائل الخارجة من المخيم الهول بالمجتمع. المشاكل الصعوبات منها أنه ما في ورقيات تثبت أنه هالطفل هذا اللي هالزوجة هاي. العائلة المفروض بأنه هي تعامل مثل العائلة اللي موجودة المحلية، في خدمات تقدمها السلطات الموجودة، تجي على الجهة ما عندها ورقيات. هاي أحد المشاكل اللي موجودة. الأطفال بدهم يدرسون بالمدارس، ما في زاد أو ورقيات تثبت بأنه موجودين. تزوجت من مهاجر وعندي ولد وبنت، وتقريبا صار لي 6 أشهر طالعة من مخيم الهول. واجهت كثير صعوبات، وكان أهمها هي الوضع المعيشي، وأني ما عندي معيل. دخلت مشروع خياطة لهيج، يعني صرت يعني أمن لقمة عيشي. أحب أوجه رسالة للمجتمع المحلي والمنظمات العاملة الموجودة بالمنطقة بالمساعدة مشان دمج هالعوائل اللي موجودة بالمجتمع، لكي ما ينصدمون ويوجدون حالهم بأنهم تايهين ضايعين، ينسون الحقبة اللي مرت عليهم الماضية.